مساء الخير، وين ما كنتوا برفقتنا بحييكم وبدعيكم تتابعوا معنا حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي فيها أخبار جديدة عن طلاب الأكاديمية. البداية الليلة مع جلسة السوشيال ميديا يلي بتجمعكم أنتم مشاهدينا مع الطلاب. رسائل عديدة وصلت لهم خلال هالجلسة عبر تويتر. رافائيل، شو كان شعورك لما حنان غنت مع سعد بالطابلو؟ شو كان شعورك؟ ما عندي شعور، عادي. شو فيها؟ انه يمكن فاهمين فكرتي انا وحنان انه جايز والله ما كان شيء حاجه. وضحي حنان لانه صار مع العيال نفس. ما كنا ما نبقى نقول كلمات. تفضلي حنان. ما كاين والو، والله احنا بحال خوت وصف. تفضلي حنان. تفضلي. تفضلي وضحي. المايك معك. سوري. والله واضحه انه ما في شيء وعادي. خلص وضحت. وضحتي؟ نحبك بزاف سهيلة. الجزائر والمغرب راهم كامل معاك. ديري بالك، ديري بالك على دروسك وعلى عباس، وغني له نوال زوبي. شو اخبارك؟ شو هي؟ اشتقت لي دخلك، اشتقت لك. عباس يا ابن مصر، يعني الادب والقلب اللي يساعد الجميع. ركز وما تخليش حاجه توقفك، مصر كلها معاك. غني لمصر. ميرسي نريمان. ما يا مصر يا ارض النعم، يا مهد الحضاره، يا ارض الوطن. نيلك ده سكر، قلبك معطر، قلبك منور ليل الامم. عظيمه يا مصر، عظيمه يا مصر، يا ارض النعم. My bad, people are getting annoyed because you follow Anis everywhere, you have fun with the other people, see something else. Tab, تكرم عينيك، مرحبا، تقرب من Anis. انه he's my best friend واكثر شخص بيفهمني. اكيد بحب الكل، بس يمكن لانه Anis انه بغني انجلي وانا بغني انجلي فبنفهم مع بعض اكثر، مش يعني انا عم بلحق Anis. يا ابن العراق نحبك بزاف. المغرب، ابليس قول الحنان ما تخلي ولا احد يتجاوز حدوده معها، وغني انت وياها شيء مغربي. ثانك يو فيري ماتش. لا تخلين اي واحد يتجاوز حدودها. اوكي خلاص خلاص، لا رفيال ولا غير. انتين مره. لا عندك كلهم بيت الاخوات وكلهم كافي. طلعت روحي. ما في حدا بيتجاوز حدوده، اكيد كلهم بيعرفوا حدوده. يلا غني شيء مغربي، غني شيء مغربي. ومن حبيبي منو؟ قولوا لي وش جرالو؟ البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو. كان يبغيني يسول بغياب عيني يطول. تمشي حد فقالو واليوم تغير حالو. زو بتقول لي هايدي، انت معجبه في شخص من الطلاب او مرتاحه في شخص من الطلاب؟ وبكل صراحه لا، يعني قصدكم اعجاب يعني حب؟ لا مفيش، بس انا طبعا مرتاحه لناس كتير هنا قوي بجد، وبحس معاهم ان انا في بيتي وفي مصر. نسيم غني كوكتيل تونسي، مقطع من لو كان الصبر، لو كان الصبر يطفي نار، وحبي يتبدل يتجدد. يا معذب يا معذبتني بزينك، يطلع واو بصوتك. اوكي حبي يتبدل يتجدد شوي. حبي يتبدل يتجدد، ما يتعدش كيف تعديت، فكري خوني كيف ما خنتي، لكن قلبي حبك انتي. شانتال منحب جلساتك مع علوش. شو؟ مرة واهتمي في علوش كتير نفس قبل، وغني لكروب. شو؟ علي تعا تعا قري، قرب شوي. غني لكروب ايش؟ هم ممكن اسماء الجروب حقتهم كذا، يعني عندهم جروب الواتساب ممكن. وغني لجروب فيصلين وعجعجوعين. اوكي، هيدي ينقي قصة بعائلته ولا لا؟ ما ادري والله، اي يمكن. ما بعرف، ايه طيب. لجروب فيصليين، اي صح. لو عائلتي وعائلتك. اوكي، جعجع وفيصل. جعجع وفيصل، اوكي. في علي ولولا فيها
غني عتابة ومجال وسامر فيها وزني كتف بحنية سمر عتابة وضحية وزني كتف بحنية سمر عتابة وضحية خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها بعشق روحك والكلمات، بعشق إحساسك بالذات، كيف بتحكي وكيف بتمشي. موت عليك في الجزائر، غني لي وقول اسمي حليمة. حليمة ميرسي كتير. حليمة أنا وأنت حليمة، حليمة حليمة أنا وأنت. سهيلة سعد، سهيلة حكيم. سعد انت قلت لمروان انك عليت طبعا حنان حتى تفوتها بالحيط، بس طلعت غني احسن منك، انما العمل بالنيات. انا قلت كده؟ لا لا انا قلت كده. يا سعد من وقع وحفر حفره ثانيه ابدا. انا عليت الطبق، انا عليت الطبق ازاي واحنا بنغني على ماينس؟ يعني مش ما علينا، بس شكرا عادي. يلا بنغني على توزيع جاهزه، فما فيش حاجه اسمها عليت الطبقه او يعني مش بايده زعل، يعني مش بايديا. وبعدين حنان اختي وانا بحترمها جدا وهي عارفه ان انا بحترمها وسعد. والنهارده انا قلت لها على حاجه كانت مزعلين منها وهي تقبلت الموضوع. وسعد سعد هل في كلام دار بينك وبين مروان عن الموضوع؟ انا بسال مروان، مروان قال لي لا. يعني ما فيش حاجه دارت، يعني الموضوع ما فيهوش مشكله. بس عادي انا بحترم رايك. انت بريء يا بابا. انا بحترم رايك. اوكي وداد آل زيدان، انيسي حبيب السعوديه، شد حالك في الايفال وخليك مع علي، ولا تسمح لاحد يفرق بينك وانت انت وسهيله وعلي وداد. تحيه لوداد. اكيد انا وسهيله اولاد بلد واحد، وحتى اذا كان سوء تفاهم بيناتنا صار ما صار شيء، ما في سوء تفاهم. توتر اموي الريفيه الفنان ديالنا، اللي في الفنان ديالنا راك من ورا ركزي في دروسك، وبعدي حنا رافائيل هو يهدر من وراك. سلام لإيهاب وساهو وهايدي. فسري فسري. يعني بتحكي من ورايا. أنا بحكي من وراك. هي هيك قال. ميرسي كوتر حبيبتي. واضح الأمور. بحكي بتصدق؟ لا لا. بتصدق؟ لا لا لا. هلا أنا عم بحكي من وراك، أنت قاعد برمي ظهرك يعني، بس هذا الماكسيمو. ميرسي حبيبة جليل، هلا أختك. انت ملك بخلاقك وذوقك وسلامتك، ما تشوف شر يا بطل. سلم على هايدي وحنان وغني انا سعودي واهدها رفائيل حبيبنا. انا سعودي والله مش حافظها، انا سعودي لكن بغني لك شيء عن السعوديه. وفوق فوق علي الشهب يغلى وطن، فوق وفوق فوق علي الشهب يغلى وطن، فوق مجدك لي قدام ومجدك ورا، وانحكى فيك حسدك درى، ما درينا بهرج حسدك أبد. انت ما مثلك، انت ما مثلك بهالدنيا بلد، والله ما مثلك بهالدنيا بلد. حمزة جدواني، حمزة جدواني صاحبي صديقي، تحية تحية صاحبي، تحية صحابي كاملين. أخي وحبيبي توحشتك بزاف، العالم كل شيء كيبغيك، اللقب ديالك إن شاء الله شرفتي المغرب. غني بيلا دقيقة. تحية لخويا حمزة. أحكيكم بيلا، كنا أنا وصحابنا ما نعرفوش البارو وكنا نغني بحرك بيلا دارك ما كده من بيلا ساكا ما كنك بيلا ساكا ما كنك بيلا. تحية الدراري حمزة وأمين وريدة والدراري كاملين. أحلى فانز في الدنيا، بس من عادة أحلى جمهور، أحلى فانز جمهور ستار. Love you. لا مش كلها لقطة تانيس. Love you. Love you. نتوقف مع أول بريك بحلقة الليلة ومنتابع من بعده ردات فعل الطلاب بعد السوشيال ميديا نايت.
منتابع حلقة الليلة، وفيكن مشاهدينا تنضموا لحسابنا الخاصة على بيريسكوب وسناب شات لتتابعوا لقطات حصرية من كواليس ستار أكاديمي. أما هلأ فرح نتابع ردة فعل الطلاب بعد الرسائل يلي وصلت منكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حنان فظيعة. كيف انه قالوا لها رفايل عم بخسرك جمهوري بعد جمهورك بعد عنه، بتنسى كل الجمل قايلين واو شو حلوين مع بعض شو مهضومين وخليكم مثل امبارح، صدقت هلا جمله انه رفايل عم بخسرك جمهورك خلص تعبان انا ببعضها. قلت لها شغله واحده، اذا انا شخص عم بزعجك عن جد، اذا انا عم ضايقها واذا عم كون سبب ازعاج لها بعد عنا احسن حرام. لا 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 يا رفايل، انت بس انا وحيات الله بعشقها للبنت. كلنا عارفين الكلام ده وعارفين انت يعني العكس، بعشقها بخاف عليها، بخاف عليا من كل شيء. بدي تسمعين؟ بخاف عليا من كل شيء، من كل شيء. ايفال الماضي اعطيت اعصابي كلها وما نام والا هيدا، وليك وين صارت؟ بدي هلا برايك ليكي قد ايه عم يعطوها ملاحظات وهيدا، زبطت لها كل شيء، وهون شو بتعمل وهون شو بتعمل وهون شو بتعمل، تزعل مني كرمال هالكلمه؟ ولكن كاين الناس قالوا لك بقاي مع رفايل، وكاين الناس قالوا لك بعد على رفايل، ما فهمتش تبعد على رفايل، رفايل اش كيدير لك؟ بالعكس رفايل كيساعدك، رفايل كيساعدك لما كيساعدك، رفايل هو اللي كان معك في ايفال، ايفال طلع مدام كلوديا قالت لك طلع احسن ايفال، كاين ولا ما كايناش؟ هما قصدهم انك تجلسي تحاولي ما امكن تجلسي مع كل شيء، صافي هذه هي المشكلة. هي حدود بينك وبين رفايل. علاش حدود؟ ماكش كديره رفايل، الناس الجمهور واقعي، ما احترق ما احترق ما احترق، جمهورك مستنكر من عرفتي هذه الكلمه شنو هي؟ جمهورك، الجمهور المغربي ولا العربي مستنكر منك، عرفتي شنو هي هذه الكلمه؟ حبيبي يا زلم حنان والله العظيم ما بعرف ايش في، ما عم بفهم بقى انا، ما عم بفهم ما عم بفهم ما عم بفهم، بحبها وبخاف عليها، بعت لها هم مستقبلها وهم بالإيفالا وهم تحضيرها وخوفها وكل شيء، من كلمة هلا وصلت لها إنه رفيع بخسرك جمهوري، تنبز ما بتحكي معي بقى. شو حكيتك هلا؟ زعلانة زعلانة من التعليقات. إيه شو اللي زعجها بالتعليقات؟ بدنا نحله. ما بدي أضل زعلانة. أنا وجودي هلا هون إيه لما تكون زعلان، طيب غض النظر اذا انا سبب الزعل ولا مش انا سبب الزعل، اوكي اذا انا سبب الزعل في حل، واذا مش انا سبب الزعل في حل. العالم حتحبك حنان لو شو ما عملتي، لو شو ما عملتي بالدين العالم حتحبك، في عالم كثير شفت حالهم عم تقلي العالم، الشعب العالم العربي مستنكر، بتعرفي شو هالكلمه بالنسبه لإلي؟ مستنكر يعني حنان حبيبتي، لا بالنسبه لإلي شيء كثير كبير يعني. حنان انت ملاحظه على حالك انك طلقت الكلمه وبتمشي فيها وبتصديقها على حالك من وقت ما خبريت هذه الشراره، بس قال لك كارثه، عملتي كارثه لحالك، تنهار كنت كثير رواق. انا اليوم ما كنت مقرر احكيك لانه انا بعرفك، بس فكري وتروق، فكري بترجع لحنان اللي بعرفها حتروق، اوكي هذا الشيء بيرجع لي. اذا السبب ازعاجك انا خلينا اعرف، اذا مش سبب ازعاجك انا خلينا اعرف، لانه على الحالتين في شيء بدنا نتصرف، اوكي انا بخاف عليك وبحبك وبعتل همك للاخر. اسمعيني خليني اخلص حديثي، خليني اخلص حديثي بليز، بحبك بخاف عليك اكثر واحد فيهم هون كلهم، اوكي وبدي مصلحتك اكثر واحد فيهم كلهم، واذا بمزح معك بمزح معك لنضحك ونتسلى ولتضحكي مش لتزعل، اوكي واذا بنتقدك انا بنتقدك لصالحك، اوكي وما حدا بده مصلحتك قد بكل الاخرين، وانت بتعرف وانت بتعرف العالم بيقولوا العكس يعني شايفين العالم مهمه، انا زلمه عندي قناعه ومش شايفين انت شو عم تحكي ليه عم يحكوا هيك يعني. عندي ثقه بحالي والله، قالوا هذيك مره انه عباس عم يخلفنا، عباس شي مره حكي عنا زلمه خاف علي اكثر من حالي، بعتها لامه وعطيتها كل ايفال من قلبي، وانا ان شاء الله كنت بطلع لمنين عرضتها، بس هي ما بدها تكون خيفانه، فاتت وعطيت طبق وقلت وبينت مثل الهبيله كرمال هي تبين هيدا، وصرت بالتوب فايف بعدها بتنكرني جميله يا زلمه قدام الكل. يعني انا اذا انا ما بحكي انا عن اللي انا مضايقني مش يعني ان انا مرتاح، انا ما بحكي لما ضايقك. ما بليز ما تعلي صوتك، بتعرفي مش حق عليكي، حق علي انا اللي هالقد بحبك من قلبي وهالقد بخاف عليك. واذا انا غلطان ب 1% باتجاهك حنان تعي قولي لي، واذا انا اذا بعد في بعد مزعلك في راضيكي انا حراضيكي، بس اذا انت فيك تحل حلمك لحالك اصطفلي
مش اس ما تلعب تلحيني على الكلام حنان. انت بتحب تلعبي لي بعصاره ولا قلبي طيب معك بس مش حق عليك وحياة الله مش حق عليك. شيء الناس ما مش فاهمينه غلط انه انا تكلمت عنها بالعاطل وانه انتم اخذتوا موقف انت ومروان معه. يا حبيبي انا اكثر شيء بحاول بعد عنه هو المشاكل. انت فاهمني المشاكل قد ما تقدر. اسمعني وانت اساسا ما كنت في المشاكل. انت اصلا مالك في المشاكل. بس اسمعني الناس فاهمين انه انا حاكي عن سهيلة بالعاطل وانه انت ومروان دافين عنه وهذا الشيء تكرر التويتات تكررت في كذا تويت عندك وعند انا سهيلة ما عندي ولا مشكله معها باي شكل من الاشكال ما عندي ولا مشكله معها. كانت بس قصة الطبقة أنا حكيت فيها المدام ليزلي. طيب خلاص أنت تكلمنا بالحديقة عنها وأنت تكلمت عن هذا الشيء بس الناس حبيبي الناس بارت تفهمك غلط. في ناس فاهميني عارف إنه في ناس فاهميني وفي ناس فاهمين وجهة نظري بس في ناس بارت تفهمك غلط. أنا ليش عصبت من سهيلة؟ خلاص. ليك هلا من هلا ورايح هلا بعد اللي حكيتك إياه ما في شيء بيفيدك الا انت. اوكي ما في شيء بيفيدك الا حالك الا توعى من اللي انت عم تعيشيه ما له طعم. كيف هو شو كيف هو لازم توعى من اللي عم تعيشيه ما له طعم. هلا انت عم تغرقي حالك ما بقى حدا عم يغرقك. انت عم تغرقي حالك ما بقى تفكري ببرا. انت هون جوا انت اذا تفكري برا حتوصل لبرا بسرعه. قومي غسلي وجهك طلعي من المود اللي عم تعيشي فيه وهذا كله ما له طعم. ماشي بكره عندك اظهار ما حدا بيطلعك. انت بتطلعي لحالك. انت بتطلعي ايدك لبرا. انت من ايدك بتطلعي لبرا. صوتك كثير تعبان. ما بشي صوتك. قومي يلا قوم ما بك شيء. اليوم نتوقف مع بريك جديد وبنرجع للأخبار. منتابع حلقة الليلة من يوميات الطلاب مع أخبار علي يلي كان بانتظاره زيارة مفاجأة من صديقه من السعودية يلي أعطاه نصايح وتوجيهات وشجعه لمتابعة المغامرة. هلا حبيب قلبي. هلا والله حشرين لكن ايش اخبارك؟ والله تبارك الحمد لله. وحشتني برنس. الله ايش الاخبار؟ طيبين؟ طيبين؟ ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ ايش الاخبار؟ علي ايش نسوي؟ صقعنا مشاوير كل ويكند ليش؟ هذا وحدي شغل غيرك؟ ركز لا 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 انا مو لوحدي ترى وراي جيش مو بس جيش جيوش نازله باسمك حسابات كثيره انفتحت باسمك وراك شعب كامل. ركز في ادائك انت وركز في الايفال ركز في انا شنو ركز في التوب فايف فاهم انك كنت مركز دخلت طلعت بعدها يا توب فايف يا حلو وسط كيف العالم برا كل الناس متفاعله معاك ما توقعت ابدا انه بتاخذ الشعبيه هذه. علي الطيب ابغى منك شغله واحده اختار الاغنيه اللي انت تبرز فيها امكانياتك. تحلو هذه ايوه انا حل عن وجهي غني كويس. لا غني كويس اختياراتك اختار شيء يبرز. شفت الموال الحجاز اللي انت قلته في يا اخي وقف شعري بس اقول علي مو معقول علي يقول كذا قول خليجي قول شيء زي كذا قول شيء يبرز امكانياتك. كثير ناس بتحبك ما في ولا احد يكرهك ولا احد انتقد علي كل الناس بتحب علي. كل ما تجيني فرصه راح انزل حكلم وحاجيك خبر انه انا جاي. بس انت اعطي كل ما عندك. لا 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 ان شاء الله بخير. طول اليوم طول الاسبوع ادي حط في بالك بس هنا ادي كويس عشان برا يصير كويس. عموما ما انا ما تعرف ايش الفكره؟ تعرف ايش الفكره من التمر يا عمي انا باكل الشباب اوريهم تراث لهم. اي باكل الشباب فوق باكل الشباب فوق عشان كمان مناسبه رجعت وكذا. اي طبعا
المهم سلم لي عليهم كثير، سلم لي عليهم كثير. ولو طلعت نمونه، شوف هالتحديد قدام الناس، لو طلعت نمونه على وجهي هنا وفكي على وجهك. لا لا ان شاء الله ان شاء الله. علي انا مو لوحدي، علي انا مو لوحدي. لا تخاف ان شاء الله. في جيش كامل ورايا. اشوفك على خير. حبيبي. حبيبي. سلام. الو حنان. ها ماما. حنان. ها ماما. ايوا علاش كتبكي؟ ما بغيتش تشكي، الجمهور ديالك يقول لك ما كنبغيش نسمعوا الصوت ديال حنان كيبكي. بصح ماما. اي والله عيطوا لي من البارح من الليل كيعيطوا لي حتى هذاك ماشي ديال الجمهور ديالك بنتي. واخ. هذاك ماشي جمهورك، جمهورك عزيز عندك بزاف الجمهور. واخا ماما. كيعيطوا لك كيهضروا معاك مزيان. مزيان مزيان مزيان. الجمهور بزاف، الناس كيبغيوك، بالله لهم السلام كامل يكون معاهم مزيان. واخا ماما. قلت لي مش عايزه اشوفك بتعيطي خالص. قالت لي من امبارح وانتي لما امبارح عيطتي كل الناس بتتصل فيا، مش بتصوري كل الناس من امبارح انا ما نمت، يعني كل الناس من الليل لغايه دلوقتي بيتصلوا فيا بيقولوا لي قولي لحنان ما تعيطش. ايه قالت لي ما بتقدري تتصوري. وانت عيطتي ما قالتلكش عنها؟ عيطت لانه العالم قالت لي بيحبوك كتير، العالم كتير كتير كتير. لا قالت لي كلهم سلمي لي عليهم، كلهم كوني منيحه معهم وخلص. ما قالت لي شيء هيك. ثانك يو رافائيل، كان كثير له طعم اللي عملتيه امبارح بالله. وهيك مروان، مروان مع هالقعده من لون سن واحد بنفرجي اخر شيء. قلت لكم انت غلط، ما هي حيبانوا اخي ماما. ما بأثر اخر شيء بنعمله بنشوف خلينا نشوف. جيبوا له ماي، جيبوا له ماي. هاك هاك هاك. شو؟ اختنق. فايل فايل فايل. شو؟ شو؟ خذ نفس. شو؟ فايل فايل. شب 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 شب. جيبوا له ماي، 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 جيبوا له ماي. جيب الماء. ماي بسرعة. لا دز لها. جيب الماء، جيب الماء. نفس اللي قالك صح قبل كده، نفس اللي قالك بسرعة. قلنا بس نحن حد من الإدارة. خلاص علي بس داعي خشوم الهواء خير. شرب 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 خليك تنفس. زين زين زين. ايه؟ بعده لي بعده. زيو بعض ماي، زيو بعض ماي. لا نفس. نفس عادي ها؟ نفس عادي، خذ نفس. عفوا. هيك هيك شرب شرب. بدل ما تفوت في العادي فتت في كويس؟ خذ نفسك عادي ها؟ كل عام اهلك بنروح. عم بعطي منيح انا. سمعت؟ ابدا. بدك اكاديميه؟ ابدا ابدا. بلشت انت منيح عم بشتغل؟ ابدا. انت عم كثير منيح. بتعرف تسمع فيك تسمع من لا. خلينا نحكي عن لبنان. احكيني مزبوط. انا احكيني مزبوط. يعني مش انه من ايفال حلو حدا عمل. احكيني مزبوط. انا جاي مش جاي شاملك. ايه. مروان زوان. من وقت ما انت تنبسط ثلاث ايام وزعلت وكان في عندك سبب لزعلك، وانت ما بتزعل على شيء ما له طعم، اكثر شخص ما بتحب الدراما، صح ولا لا؟ متفقين لهون ولا لا؟ عرفت على شو بتزعل؟ انت عرفت على شو بتزعل؟ لحظة بس بدي اقول لك شغلة، قبل هالنهار اللي فقست فيه، قبل هالنهار كنت بالتوب 3، صح ولا لا؟ توب 4 او توب 6؟ توب 4. توب 4. اوكي؟ قبل هالنهار انت كنت بالتوب، يعني انت كنت شخص ماشي مزبوط. بس مش مفكر، يعني مش مفكر انك انت صوت مش عم تفهم، يعني انا مش حدا مفكر، يعني انا خبري توب 4 اوكي تاتا 4 بس شلتها من راسي، يعني شلتها لبلش بشيء ثاني. اوكي بس انا هون عم بسال سؤال، انه انت نهار اللي فقست هيدا الشيء اثر عليك؟ اثر عليك صرت انت شخص شايف الدنيا، يعني عندك من نفسك كثير بس صير هيك تستهتر وهيدا حيأثر هالشيء عليك وعلى ادائك، بس هيدا ما بيعني انه انت شخص
بين اكثر اشخاص مخولين توصل للفينال وما تطلع نومينيه ولا مره من صوتك من ادائك من حضورك من كل شيء، وهذا الشيء بين من اول يومين. هذا الشيء ما فينا نجمع عليه، احلى من اصوات كثيره بالاكاديمي. هيدا واحد تفهم هي انت كل... انت حتى صار... مش حاطه براسي انت مزعوج انه انا في اعطي احسن لا انه جاي لاعطي شيء خيي ما ما هيك لا 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 مش كيف بدي لك اياها خيي ما بعرف ما بعرف ما بعرف انا جاي انا كانا بعرف حالي قديش بعطي ما عم شوف شيء عم تعطي اللي عم يعطي ليك عم يعطوك دفار عم تعمله عم تاخذ عليه 10 10 ايه ولا لا بشو يعني انت هلا عم يعطوك دفار هن مزبوط عم يعطوك دفار عم يعطوك فحص ما بتعرف في 10 10 ما طلعت كسرت الدنيا بالإيفال بالبرايم وما كان لونه كسرت الدنيا ما انا مش راضي يا خيي رغم ما انا مش راضي مش راضي مش راضي ما هي كله بيأثر انت منك راضي بس اني شايفه انه انت رغم منك راضي وعملت شيء كثير حلو مروان انت محصور هون عم تعمل دفوارك ترجع تيجي عم تشوف علامتك من قبل اساتذه مش عم تشوف علامتك من قبل قد ايه عالم بتحبك من قبل قد ايه عالم بتشجعك من قبل عندنا المخرج الواحد ونهار الثاني عم تشوف العالم عم تطلع تكسر الدنيا وتنزل صح ولا لا العالم عم تقول لك هيك هيدا النجاح الحقيقي النجاح بعيون العالم بتشوفه الو الو يا محمد ازيك يا بابا عامل ايه عامل ايه يا حبيبي الحمد لله تمام والله محمد خليك معايا بقى بحاجه كده حولها لك جمهورك زعلان ان انت ما بتتدربش ان انت بتاخد الاغاني وما بتقعدش تتدرب زي زمايلك وكاتبين على النت واتصلوا بينا ماشي يا محمد حتى لو طلعت للمنيه حبيبي جمهورك وراك ماشي ركز واطلع بالاغاني اللي جايه دي 100 100 ان شاء الله ماشي وهم حي والله العظيم هيخلوك 100 100 ان شاء الله ماشي بس يا محمد عشان خاطري انا وامك بنحياتك لا 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 ده حلم حياتك يا حبيبي ده حلم حياتك انا عايزك تكون متفوق ان شاء الله خير ان شاء الله ماشي حبيبي حاضر والنبي يا محمد حاضر الله يبارك لك يا ابني عايزك وبعدين يعني انا في حاجه عايزك تبعد عنها الإزار الجامد دي حاضر حاضر والنبي محمد الله يبارك لك وتك للجمهور والله العظيم الجمهور بعيد الجمهور زعلان عشانك حاضر ان شاء الله خير يقولوا ما بيتدربش ما بنشوفوش زي زمايله ماشي ادعي لي بس انا والله يا ابني بدعي لك حبيب. والله يا ابني بدعي لك من كل قلبي وربنا هيوفقك وهيرجعك ان شاء الله حتى لو طلعت مني هترجع والله بس الله. لو رجعت يا محمد اتكع على نفسك شوي ان شاء الله حاضر ماشي حبيبي ان شاء الله هو عامل ايه وحشني يابا عامل ايه؟ والله انت كمان بص يا حبيبي والنبي يا محمد انت الايفال انت استنيت دي عبال ما جت وسافرت وجت كنت متاخر فيه ما بدحتش فيه صراحه انا كنت عايزك تغني اغنيه احمد سعد اللي هي ما بقاش ماشي ماشي, ماشي مش باقي مني غير شويه لحم في كتاب طيب اوكي انت غنيت كويس واحد دخل البرنامج عشان عاوز يتشهر وعاوز يتعرف والناس تعرف انه بيغني وصوته حلو مش عاوز الناس تاخد عني فكره مش كويسه فاهم انت تعرف المشكله انه هنا 24 ساعه بيشوفونك فاهم فانت مو 24 ساعه بتكون في المود مو 24 ساعه بتكون لازم تضحك لازم تغني لازم تتمرن فهمت بص انا نفسي الناس لما تيجي تحسبها زي ما هادي شرارة حسبها قال لي انت غنيت فاول برايمين حلو قوي كان القطر بتاعك ماشي فجأة القطر وقف هو بيحسبها ان انا كنت ماشي كويس وفجأة وقفت ماشي انما الناس ممكن تحسبها ازاي اللي هو ايه على اخر حاجة انت عملتها اخر اثر انت سبته بريك اخير بحلقة الليلة مشاهدينا ومنتابع القسم الاخير من حلقتنا خليكن معنا منتابع حلقة الليلة مع أخبار الطلاب وخلونا نشوف كيف كانت ردات فعل الطلاب بعد النومينيشن
النومينيت ثلاثي اللي هن محمد سعد، سهيلة، مرتضى. درة قالت كلمتها ويا ويلو اللي بيوقف بوجهي أو يتحداني. مالي تاتا؟ لا بدي اروح اخذ شاور والله، هذا والله العظيم هذا مو مزاجه اخوي. لا والله عادي، انه هي يعني الفكره واضحه انه توصل مرحله انه اي غلطه من يعني شيء طالما شيء طالما ما تقدر يعني هي تصعب المرحله تصعب، ما يقدر يطلع واحد ما غلطان او مثلا اذا واحد غلط يعني شو بده يسوي؟ يباعون علي مثلا لو يباعون على طول هذا غلط. كل ما تقدم المرحله انه الخطر يزيد على اي غلطه، حتى يعني يمكن بالبرايم انا غلطت ما طلعوني صح؟ لان اكو الكل غلط، لكن في من تتقدم المراحل لا راح تصعب الامور. اي غلطه من اي شخص انه يتوقع نفسه انه منين، لان شي طلعون يطلعون محمد عباس، يطلعون نسيم، لو يطلعون هايدي يعني مستحيل صح؟ عادي حبيبي. لا عادي كلامك عشان الموضوع حبيبي. لا متفاهم الموضوع، انا اضرب روحي الله يعطيك حبيبي. اقسم بالله اغنيتك هالاسبوع لازم تأديها حلو. هو ده انا بدي اطلع بشرفي، عم بدي اروح للعراق بشرف. اكيد انت كنت يعني متوقع وعارف غلطك صح؟ ها؟ زعلت بعدين مصر كلها وراك. تقلقش يا ست عادي يا عم، 90 مليون بيحبوك ما تزعلش. ها؟ بس كلام ابويا النهارده اللي زعلني، معلش ان هو بيتفهم اللي هو ايه يعني. هو كان حاسس زيك انك انت ما بتتدربش كتير. هو كان حاسس زيك ان انت برضه مش كويس ومقدم لدينك اغنيه حلوه حبيت فيها كل قدراتك. ها حبيبي زعلت؟ ها والله العظيم الناس كلها وراك. ها بس انت ذاكر كويس واحفظ الاغنيه كويس وغنيها باحساسك، انت عندك احساس. ها ان شاء الله خير، عندك صوت حلو. هم مش زعلان؟ والله مش زعلان، انا متوقع اصلا انت عارفه يعني. راح نرجع متأكدة من هذا الشيء. مش حالك ترجعي؟ لا شبيك؟ شبيك؟ خلاص ما تتعرفش أصلا، لازم يبقى فينا جزائري. راح تكمل تقول كنت رجع. أنا مش زعلان على فكرة. لا هو نسيت. هو زعلان أكثر. زعلان أكثر مني. الأساتذة مثل كل أسبوع بيخبروا الطلاب ليش اختارون إلهم بدائرة الخطر. هاي. شو مهضومة؟ هاي أول مرة بشوف حدا بفوت مبسوط عم بيضحك. سهيلة مش معقول إنه التمرينات قبل البرايم يكونوا كتير منيح. أوكي ونوصل على البرايم يصير اللي صار. أوكي يوم أنت بده يكون عندك ليونة باستيعاب الدروس وباستيعاب طريقة الغناء تقدر تطبقيها بكل الستايلز اللي عم بتغنيهم. بعرف إنه هذا الشيء مش هين لأنه أنت معودة على بوزيشن صوت ومعودة على طريقة غناء، بس الرجفة بالصوت فيك تعمل عليها كنترول. القفلة يلي منا قفلة لازم تعرفي تقفلي، يعني في إشي منا بس خاصة بالصوت، خاصة كمان بالغناء. بالإيفاليت عم لقيكي كتير منيحة بالنسبة للشقة التمثيلي، وحرام بنت مثلك يكون عندها يلي عندها هال مثل ما بيقولوا هالفكر، لانه بلاحظ انه دائما في افكار ورا الايفال وفي نوع من سيناريو بينكتب وبيتركب وبيبقى مجهز ومحضر. حرام انه غلطه مثل هيك بالبرايم يعني. فبالتالي انا بتمنى انه على طول البرايم يكون على مستوى يعني بدي العكس، على مستوى الايفال وعلى مستوى الشغل بالصف. مساء الخير. اهلين محمد. محمد اكيد قصه الحفظ اول شغله لازم تعرف انه انت اذا مش حافظ وقت توصل تتغني او مش حافظ من قبل بوقت، اذا حفظت اخر تكه مع الستريس يلي على المسرح اول شيء ببين انك مش حافظ وبيصير اللي صار، وتاني شغله ببين صوتك اصغر من ما هو. محمد انت بتعرف قد ايه انا بحب صوتك وانت من الاصوات المميزه بالاكاديمي بالنسبه لي، بس مش يعني انت بس لازم تغني طرب مصري وهول القصص اللي بتلبق لك واللي انت بتحبها، انت بدك تغني كل شيء. نحن حكينا بصف هيدا الموضوع وان شاء الله جمله
مغني شاطر بكلمة وبجملة ببين صوته ببين إنه هو بيعرف يغني. مرحبا. أهلا مرتضى. كيفك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ ماشي الحال. مرتضى طبعا أنت مضايق وزعلان ونحن كمان. لا بس بدي أقول لك شغلة، أنت بتعرف إنه ضميريا و وهيك أخلاقيا مش ممكن حدا كان عنده هفوة وغلطة بالبرايم يكررها بالإيفال وما يكون نوميني. ابني لما بتوثق بحالك دغري بتتقدم على السريع، ما بدك كتير، ما بدي تخاف. أنا لاحظتك بالبرايم واقف وعم بتطلع فيك تشوف، رح تطلع فيه تذكرك بإشياء، لقيتك شارد بغير دني، ووقفتك ما كانت مزبوطة قبل ما تبلشوا الغنية، هون مبين الخوف عليك، ما بيسوى يعني. هلأ بدك تطاحش، صوت كتير حلو وكل الصف بيعرف انه قدي صوتك حلو. حظ موفق للطلاب الثلاثة، حتى تربحوا سفرة على بيروت كاملة التكاليف وتشاهدوا البرايم مباشرة من المسرح وتكونوا حد الطلاب، ادخلوا على www.cbc-eg.com وشاركوا بالمسابقة. أما الأسماء يلي عم تظهر بأسفل الشاشة هن الرابحين بالمسابقة لهالأسبوع، منقلن ألف مبروك ومنشوفكن قريباً بلبنان. حلقتنا لليلة انتهت، أنا بشكر متابعتكن ومنلتقي بكرة بحلقة جديدة. باي باي.